أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا إن ربك واسع المغفرة. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فلا تزكوا أنفسكم. هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أعنده علم الغيب فهو أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه
حيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. وقوم نوح إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى
وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغي والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشف أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جئتهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء
فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على
التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.